قام عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بزيارة إلى وزارة الكهرباء والماء بهدف زيادة أوجه التعاون البناء وتفعيل آليات التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وكان الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء في استقبال أعضاء مجلس الشورى، والذي سارع إلى تقديم عرض مرئي شامل عن إنجازات مملكة البحرين في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال، والتقدم الكبير الذي تم إحرازه من منطلق اهتمام القيادة والحكومة الموقرة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وتفعيل استخداماتها من أجل طاقة مستدامة وبيئة خضراء. في المقابل، أشاد أعضاء مجلس الشورى بالجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء والماء الرامية إلى تحسين جهود الخدمات المقدمة والوصول إلى أعلى مراتب التميز بالشكل الذي يحاكي تحقيق المزيد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني في قطاع الطاقة المتجددة، وبما يضمن تنمية شاملة مستدامة للأجيال القادمة. تشرفت اليوم باستقبال عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وهم رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة، وقمت بتقديم عرض مرئي لهم عن مستجدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستراتيجية حكومة مملكة البحرين في هذا الخصوص، وكذلك الإنجازات التي حدثت إلى الآن والمشاريع التي تعمل عليها الحكومة. وأثناء العرض تم نقاش عدة نقاط أثارها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وتمت الإجابة على تساؤلاتهم، وسوف نأخذ في الاعتبار اقتراحاتهم وأفكارهم.